تقول الشعرة: خاطم الزنقة وخاتم فيدة، شعر قصة عرجون فوق جريدة، صبيعه رقيق وخاتمه فاروزي، لباس كات الملف يا ريته زوزي. وتقول: هو أسمر والمعرقة وتاته، حاجب علي زوله وزول اخواته، بوبسكل نازل يدلة، عقلي سلة شغلي بالي وقتي كله. وتقول: هما التلاتة فوق حيط الكوشة، فيهم زولي بلغته منقوشة. وتقول: يا ريتني غرطير فوق حيط المكتب، نشبع حميدة كيف يقرأ ويكتب. هذا سجال ما بين اثنين، روميو وجولييت زي ما يقولوا في هذاك الوقت في العهد العثماني الثاني. هو رد عليها يقول: بو يحلف والعهد خداها عليا، ما ناخد غير تغوري بنت جبلية، عقلي ومعاك يا عقلي وقلبي معاك يا البنية، يا ريتني فقيه نحكم في مالية. المهم قصيدة طويلة. أهلين ومرحبتين بكم في جولة شيقة عن اللباس التقليدي الليبي في سلسلة ليبيا زي ما هي، من ضمن برنامج فسيفساء. خلوني نولي للأبيات اللي مطلعها يقول: خاطم الزنقة وخاطم فيدة، شعر قصطة عرجون فوق جريدة. أهني تقصد مداير فرقة في شعره زي الجريدة، اللي هو السعفة متاعه ولا يمشي مين ويصار. وحسب الرواية الشفهية قائلة الأبيات هي زنوبة بنت بكير، وعائلة بكير عائلة محترمة وكبيرة في قديمة في طرابلس، واللي قالت عليه الأبيات هادو ينقال له مسعود بن مسعود محمد بن مسعود العزابي من مدينة جريجن، وهي قرية صغيرة في الجبل، كان لها علماء وفيها فقهاء كبار وإلى آخره، في جبل نفوسه نقصد. وهذه الرواية الشفهية وش تقول؟ والله أعلم. طبعا ما هو ناس طرابلس زمان تقول يعني لعند وقت قريب الحق، يعني يقولوا الزول جبالي والعز من مصراطة، واللي عقب أرفع وقل زي ما واتا. شن يقولوا؟ يقولوا الزول جبالي والعز من مصراطة، واللي عقب أرفع وقل زي ما واتا. وهذا طبعا كلام ناس زمان، وكل بلاد طبعا تجيب الحلو والقنية والحاجة الباهية لجهتها. مش قالوا لولين زيت الزيتون مسلاتة، والزيت اخدوه بنات قماطة؟ وانا متأكد في الشرق والغرب والمناطق الليبية كلها عندهم الكلام هذا. المهم نولوا للأبيات هذه. تقول: خاتم الزنقة وخاتم فيدة، شعر قصطة عرجون فوق جريدة. زي ما قلنا عرجون فوق جريدة لأنه يقص البين يدير فرقة في شعره. تقول: أصبيعه رقيقة رقيق وخاتمه فاروزي، لباس كات الملف يا ريته زوزي. إيش تقول؟ تقول أصبيعه رقيق وخاتمه فاروزي ولباس فاروزي. وفاروزي هو نطق طرابلسي قديم للفيروز، وهو حجر كريم نجده طبعا في حلي نساء هلبة. والخاتم هذا رجالي تشوفوا فيه فيروزي، القطعة دي اللي فوقها، وفيه اللي يفسر فاروزي من الفرزة أي الميزة، ويعني الخاتم تاعه مميز. وهذا كلام طبعا أهل البوادي وقاية الأبيات طرابلسية، يعني ما يرجح الفاروزي المقصود به هو الفيروز. ايه تقول: صبيعه رقيق وخاتمه فاروزي، لباس كات الملف يا ريته زوزي. كات الملف نوع من القماش ينصنع قديما في ايطاليا، وينسب لمدينه تحمل لنفس هذا الاسم اللي اسمها لليوم في ايطاليا ميلفا. والملف انا نشري فيه مرات قطع زي هذا، انواع طبعا الجوده متاعها، وفي حاجات هيك قديمه نبي نصنعها معاش لقيتها، فمضطر اني نصنعها بروحي، وشريت لها حتى الشريط والحاجات متاعها، وحتى لبطم يعني تقدر تشريهم، والبسكل وغيرها والحاجات هذه، حتى لبطم جواتيات به. قلنا ينسب لإيطاليا. كان طبعا الملف هذا محرم راهو في عصر الموحدين، لأن في صباغته في زمان كانوا يستخدموا حاشاكم في بول الحيوان أكرمكم الله باش يصبغ الثوب كويس، لكن صناعة الآن تختلف، يعني خشوا في مواد كيماوية وغيرها، فمعش ولا محرم زي ما كان. وكات الملف يقولوا له في الجزائر وفي المغرب زي ما قلنا الملفة. ما هو الكيطان أنواع، وكلمة كات كلمة طرابلسية تطلق على اللباس التقليدي الليبي.
الكات يعرف فيه الفقيه حسن صاحب المذكرات المعروف، وهذا كتاب رائع جدا عن تاريخ طرابلس في القرن التاسع عشر، يقول أنه هو الكسوة المتمومة واللي هي برنوس بالشريط وفرملة صدرية وزبون وبدعية. شنو يقول؟ يقول أنه هو الكسوة المتمومة واللي هي كسمة تامة يعني برنوس بالشريط، تكلمنا حنتكلم عليها أكثر، وفرملة صدرية وزبون وبدعية وسروال طبعا. البرنوس ما هو المقولة الشهيرة تقول من علامات البربر اللي هم الأمازيغ يلبسوا البرنوس اللي هو البرنوس ويأكل الكسكس ويحلق الرؤوس. البرنوس يجي عليه أنواع وشكال وألوان وإلى آخره، وأهالي الجبل يعرفوه كويس. أنت ربما شفتوا البرنوس هذا الأبيض اللي كان يلبس فيه الملك إدريس هلبة، وهذا حنتكلم عليه أكثر في الحلقات الجاية، ويكون شتوي كذلك من النوعية هذه، وهذا حتى هو بالشريط، وأنا يقول قال لكم برنوس بالشريط وفيه حتى تنتوشة من التالي. المهم فشن يقول يلبسون البرنوس ويأكلون الكسكس ويحلقون الرؤوس. وحلقة الكسكس جاية، نعدكم نولي وندير حلقة بإذن الله تسهفكم كلكم على الكسكس ولا الكسكس زي ما ينطق فيه الأمازيغ وأهلنا في الشرق. والبرنوس يعني حنتكلم عليه بعدين، والحلاقة وتصفيف الشعر عبر التاريخ حتى هو بندير عليه حلقة كذلك. فشن يقول الفقيه حسن مرة تانية الكسوة المتمومة واللي هي برنوس بالشريط وفرملة صدرية وزبون وبدعية وسروال. مش يقولوا لباس زبون وبدعية يا يما ما نلقى زي، لباس زبون وبدعية يا يما ما نلقى زي. هنا تسمحوا لي نطلع على الموضوع شوية ونعدكم نولي لأنواع القطان، لكن هذه النقطة بتبان لنا هلبة بعدين في الحلقات الجاية، فقلت خلي من الأول حلقة نحيها من الطريق. وبعضكم اللي يقرأ في التاريخ ربما يلتمس هذا الشيء. في فئة من الشعب مليئة، يعني الشعب الليبي مليئة عقد وعندها كره للذات الليبية غريبة، وحني مشروعنا هني وأشرطتنا هذه حتحبب الناس في ليبيا وتبينهم ليبيا اللي ما يعرفوهاش. وزي ما قلنا عندهم كره غريب لليبيا، كل شيء جميل في بلادنا ينسبوه لغيرها، مع أن من صفات المؤرخ أن ينسب كل شيء جميل لبلاده ويحاول يرفع من قيمتها. زي ما قلنا عندنا في أهمها الأول إخراج بلادنا من ركب الحضارة، وهذه للأسف العاهات هذه تركت القدافي اللي حصر بلادنا، اللي المهم صحر بلادنا تصحيرة تامة. وعلاش نقول في الكلام هذا؟ شوفوا شبه المؤرخ هذا شنو يقول عن اللباس الليبي، وأنا مش من عادتي نذكر أسماء فمش حنذكر الأسماء، المهم تعرفوا الفكرة وتعرفوا أن النوع هذا من الناس موجود. شوفوا شنو يقول بالله عليكم. يقول الجلد الليبي أصلها الرداء الروماني، الفرملة قال عليها أناضولية وممكن كردستانية، المريول والقمجة بلقانية، القفطان أصله تركي، يعني حناش كانت تلبس يا زعمة، السورية يهودية يعني جدودها كانوا يمشوا صحيح يعني. يقول والشلوال انقلبت وولت بقدرة قادة السروال ولا شروال، وقال أصله فارسي إيراني، يعني الكات والزبون تركي، البوسكول بلقاني، الشاشية تركستانية، وقال الشنة مملوكية. أقسم بالله ما نزيد عليكم، هادوا يسموا في روحهم مؤرخين ليبيين. المهم الجبة تونسية، طبعا صاحبنا نفسه ما طلعش تونسي، كان هذاك قال عليها فرنسوية. المهم ويقول الهركة والكشابية والبرنوس مغربي، باشين عقب شين هو اللي هو ليبي يعني، أكيد الشعب الليبي كان يمشي بسحيط يعني، شين معناه الكلام هذا؟ على أي حال، المهم فيه منهم هلبة هادرا وكاترين، ومش في اللباس بس في كل شيء، كل شيء في علاقة بليبيا. ها نقول لكم مثال تاني. زمان كنت نقرأ في مجلة الخطوط العربية الليبية كاتبين فيها مقال عن الكسكس، قالوا أصله من سوريا الكسكسي ولا أصله من سوريا، معنى سوريا ما يعرفوش أصلا. والقدافي طبعا عييه ما يخرف البربر من اليمن واتفناه خط حميري، الحصير ما فيش حاجة باهية جت من ليبيا على قولهم، مع أن هيرودوت طبعا اللي هو مش ليبي أصلا ينسب حاجات لليبيا، يقول من ليبيا الجديد. بيخذ لكم هذه، والله ما هي نكتة، قالوا أن رسومات أكاكوس اللي رسموها جدودنا رسموها أناس من الفضاء، منزيدش من عندي والله، قالوها، قالوا رسومات الرؤوس المستديرة هذه رسموها ناس من الفضاء، المهم مش ليبيين، طبعا ما نعرفوش أن أصلا في ناس من الفضاء. المهم
مدينة قرزة اللي هي من روائع الفن المعماري الليبي، وحنتكلم عليها مخصص عليها حلقة، هي مدينة بورفيلا والمناطق وبونجيم وغيرها، والجمال اللي خلوهن جدودنا في العمارة وغيرها والفنون العمارة. قالوا مدينة مسخوطة سخطها ربي، وناسها غير ما لقوش طبعا لشكون ينسبوها، فقالوا سخطها ربي. المهم خذ لك هذه، والله حتى هذه ما هي نكتة. تعرفوا لعبة الكسكة هذيك اللي يلعبوا فيها جدودنا، اللي نسموا فيها بالأمازيغية الصندة، اللعبة المشهورة في نافوسة وزوارة وبعض مدن الساحل، الرقصة متاع العصي هذيك. المهم قال واحد اللي هم من الكارهين لكل ما هو ليبيا أن أصولها من الكونغو. كونغو يا ناس يعني في شرق أفريقيا، لا تاريخ مشترك بينا بينهم، لا حدود مشتركة ولا أي شيء يربطنا بهم، مع هذا القو بلاد باش ينسبوا لها رقصة الكسكة هذه. ومدار كتاب هكي كبرى يقول أن وصولها مش ليبية، مع أن منقوشة بنقوش هكي كبرى لمعابد مصر، أن الجنود الليبيين يلعبوا بها، يلعبوا في لعبة الكسكة هذه، وهذا قبل 3000 سنة. هذه حنديروا لها طبعا حلقة بروحها. تيهم طبعا ينسبوا في روحهم حتى للساقية الحمراء والجزيرة العربية، وش تتوقع يعني؟ قصدي بنادم اللي هو بنادم ينسب في روحه لبلدان خارج ليبيا، والمليح فيهم طبعا يقول من الساقية الحمراء إلى آخره. على أي حال هذا تاريخ ومن لمهمش هم الآن، لأن هذا تراكم تاريخ وهذا حنجوه في وقته. تعرفوا أن 3/4 الشعب الليبي يقولوا أن أحفاد الرسول، إنهم أحفاد الرسول طبعا. المهم خلوني بالله نولي للشعر والحاجات الحلوة. تقول الشاعرة ويبدو أن هي كانت عندها حس مرهف، تقول صباعها رقيق وخاتمها فاروزي، لباس كات الملف يا ريتها زوزي. قلنا كات كلمة رابلسية تطلق على اللباس التقليدي الليبي، والملف نوع من القماش وغالبا للزبون والفرملة والسروال الشتوي، وغالبا من سجمة في نوع القماش واللون والنقشة. طبعا الخرج هذا يسمى بالأمازيغية تاسفيفت، الخرجة هذه تتسمى بالأمازيغية تاسفيفت. وعلى فكرة لما حكم يوسف باشا القرمالي زي ما حكالنا الفقيه حسن، ولا لباس رسمي في السرايا البلاط القرمالي، هذا اللباس الليبي في عهد يوسف باشا القرمالي ولا لباس رسمي في البلاط. وعلى فكرة يوسف باشا مع المساوئ كلها اللي عليها، أنا ما نمتحد من دير حد التاريخ ما يرحمش، لكن مع جميع المساوئ عليه كان ليبي أصيل، وكان جعل اللهجة الليبية بلكنتها الطرابلسية هي اللغة الرسمية للدولة، يعني نحى الفارسية والعثمانية واللغة العثمانية زمان، وخلى اللغة الطرابلسية اللهجة الطرابلسية المحكية. وطرابلس على فكرة كانت تضم كل الإقليم في عهد يوسف باشا القرمالي، ليبيا كلها كانت تسمى طرابلس بما فيهم طرابلس الغرب بما فيهم إقليم برقة. كان يبي يعطي الدولة الطرابلسية خصوصيتها في كل شيء، وراه اللي ما يعرفوش طرابلس الغرب كان اسم طبعا زي ما قلنا يطلق في العهد العثماني الثاني عليه ليبيا كلها، وحنديروا طبعا حلقة عليه اسم ليبيا والآخرين. المهم القطان الليبي أنواع، كات الملف اللي قلنا شتوي، كات تطبيلت وهذا نفسه في كل شيء، غير كانت فرملته تتسكر في النص، ومرات في اللي يديروا فيهم حتى سرتة ويحمي من البرد الشديد هذا، وهو شتوي طبعا في جبل نافوسة، وهو يعتبر مختفي. وعندنا احنا في المؤسسة متاعنا منه بدلة كاملة قديمة قاط ملف بالفض قديمة يعني، وهذه حقيقة ما عنديش هني، مخليها في المركز متاعنا في ليبيا. بعدين فيه قاط ملف بالفضة، طبعا علماء الملكية في ليبيا والإباضية على حد سواء، والأحناف حتى هم طبعا الأتراك كانوا أحناف في ليبيا، وكان في عندهم قضاة إلى آخره، على حد سواء كانوا يحرموا فيه لما فيه طبعا من تباهي، وهذا يعتبر الآن منقرض في ليبيا. والله نتمنى طبعا هذا الكاتب بتاع الفضة نحصل منه نسخة لأرشيفنا، لأن يوم اللي مات بنديروا متحف أكيد للحاجات هذه، لكن لازم دورت عليه في كل مكان وما لقيتهاش. به طبعا كات سكروتا، وهذا نوع يستعمل في الصيف لخفته، وهذا عندنا في أرشيفنا منه، وهو متوفر في ليبيا بكثرة، وهذا تعرفوها أكيد يعني أغلبكم شايفه. طبعا السكروتا هذه اسم اللون والقماش اللي ينصنع منه باهي، واحيانا طبعا غالبا كريمي، واحيانا يكون ابيض مصخ حتى. به فيه كات للاجة، وهو نوع راقي طبعا صيفي، وورد في متى الليبي في السياق الكات للاجة، خلينا نوري لكم هنا نسخة منه. هذا القماش هذا هو اللي يسموه فيه للاجة. في هذا السياق المثل يقول الحولي جريدي والفرملة للاجة، وفي الجيب ما يكساب حق الدجاجة. زي ما قلنا اللاجي هو المخطط الابيض واسود هيكي او رصاصي،
والحولي الجريدي والفرملة للاجة وفي الجيب ما يكساب حق الدجاجة. أيوة هذا المثل بيرفعنا لحاجة تانية اللي هي الحولي اللي يسموا فيها النفوسيين تلابة. وتلابة تعني حرفيا يدور حول، والحولي ترجمة حرفية منها تلابة تلا بالأمازيغية يعني يدور حوله، والحولي ترجمة حرفية منه يعني يدور حول الشخص، يعني مش من الحول يعني السنة وغير هذا من المخرجات اللي نسمعوا فيها. المهم الحولي في ليبيا أشكال وأنواع، وأجودهم على الإطلاق الحولي النالوتي بدون أدنى شك، خود وعيونك مغمضة. طبعا بسبب البيضة متاعها لخاطر يغلوا في الصوف متاعها بمية جير خفيفة. وخليني نوريكم مثال منه بالحولي هذا الكلابة. للأسف ما نقدرش نلبسها لأن الجديات جو نو يعني، فما نقدرش وحاطها في بلاستيك، وسامحوني على الإزعاج الخشخش هذه متاع الواحد، لأن لازم تحافظ عليه وتدسها بطريقة منظمة. المهم كان أي واحد من رواتب الدولة العالية والأغنياء في ليبيا وقت يبي يتباهى بلبس الحولي يمشي يشري حولي نالوتي. وفي حتى هيك معلش معلومة جانبية، في عهد القدافي واحد من اللقاقة متاع النالوت أخديه الحولي وهداه للقدافي. تعرفوا يحكوا لي أهالي نالوت أن قاطعوه استكردوه على فعلته، مش عارف قداش يعني قاعد عايش ولا لا، لكن لتوه ما عاش في حد كلمة وحد قربة، والكره اللي صاير أن القدافي هناك قتل أولاد نالوت على أي حال عدم أولاد نالوت. طبعا الليبيين عبر التاريخ كانوا ينزجوا في المنزج من ما قبل التاريخ زي ما تشير لهم نقوشات أكاكوس هادي، يعني لا رومان ولا جرنقاتو. مش كل شيء طبعا تنسبوه للبراني زي ما يقول، يعني المسدة أسدة بالأمازيغية، المسدة جاية من أسدة بالأمازيغية ويقبلها كلمة منسج بالعربية منسج. شيء قديم قدم التاريخ زي ما شفته في الصورة. وعلى فكرة في كتاب رائع في النسيج عند الأمازيغ، وهذا نسخة منه اللي تشوفوا فيه ننصحكم باقتناءه، ويحكي عن التاريخ متاع النسيج هالباء، وهذا مش موضوعنا طبعا اليوم. به زي ما قلنا أنواع منها الحولي الجبالي أو الصوفي وهو المصنوع من الصوف واشتهر به أهل الجبل عموما، الحولي الجريدي أو المجعب بالأمازيغية يسمى جريدي أيضا مصنوع من الصوف الأبيض الخالص وفيه أحرير، وهي طبعا وهو غالي يعني بجديات حقها غالي ونادر لا يملكه إلا الأثرياء. وآخر صورة تشوف فيها حد لبس، أنا شفت على الأقل صورة فيها حد لبس هذه، كان في أواخر الأربعينات لبسها أحمد الحصيري. طبعا أحمد الحصيري هذا من الرجال الأنيقين في طرابلس بامتياز، يعني كان مذيع في راديو الإيطالي القسم الوطني في هذاك الوقت رحمه الله. المهم يقول الشاعر نشهد بالله، قال الشاعر عليه نشهد انك حر جريدي والبرنوسي كر. احمد الحصيري حنتكلم عليه حتى هو في المستقبل، وحنقول هلبا حنتكلم عليه في المستقبل، لان هذه الحلقه مش حتكون الاولى والاخيره، وحنتكلم هلبا على ليبيا ونبين لكم حاجات على الاقل من البحوث والدراسات اللي ربما اكثرنا ما يعرفوهاش على بلادنا الحلوه هذه. بعدين فيه الحولي الحلايلي وهو المصنوع من الصوف مع قدر من الحرير، وهذا محرم بإجماع العلماء وكان حكر على علية القوم زي ما يقولوا، خصوصا في العهد القرماني الثاني. طبعا يسموا فيه الحلايلي لأن الليبيين يقلبوا كل حاجة، البراد ولا سخان، السخان ولا براد عفوا، والفحم اللي هو الأسود ولا البياض، المهم حاجات هلبة حنين يقلبوا فيها، فحلايلي يسموا فيه الحولي الحلايلي لأنه أصلا محرم من إجماع العلماء. به في نوع تاني من الحولي يسمى حولي، الحولي يسمى حولي البشيمة أو الخلالة بالأمازيغية اسمه تلابة نومتشيم، وهو نوع منقرض وهو رجالي طبعا وتقيل يصنع من الصوف الخالص ويكون غالبا أبيض ناصع هلبة. ويقول المختصين اللي في السوق متاع يعني متاع السوق هذا اللي مش أنت تمشي للسوق متاع الحوالي وكذا يقولوا لك تكون بشيمته واضحة يعني وبري. في الأصل تطلق كلمة أمتشيم ولا أبشيم في الأمازيغية على أي شيء وبري، حتى يقولوا أمتشيم الزغب الصغير هذا اللي يجي على حوايجنا وانا نقعد نمسح فيه، وأمتشيم يقال حتى لهذوك الذرات الصوف عفوا الثلج الصغيرة، حتى هي على أي حاجة وبرية أو صغيرة هيك تطلع من الواحد تسمى أمتشيم في الأمازيغية.
أنا استغربت يعني لما مشيت للسوق متاع الحوالي في طرابلس، والناس قالوا لي مصطلحات هذه مصطلحات أمازيغية صرفها، طبعا قصدي مفهومة لأن الحول يصنعوا فيه في جبل في الأساس يعني. بعدين فيه الحول المسلوت، وهو طبعا هذا خلاف التانيات مصنوع في طرابلس في المدينة القديمة من بالنول الأفقي، مش العمودي هذاك اللي زي ما يديروا فيه جدودنا في الجبل، العمودي الأفقي هذا، ويديروا فيه الرجال، وهو طبعا رديء الجودة طبعا. في الجبل لما يجي حد لابس الحولي هذا ويكون عايش في طرابلس يصبح محل تندر، يقعد ينعتوا فيه بالمسلوت. خلوني حتى خارج ليبيا، على فكرة الحولي يلتبس راه في كل شمال افريقيا يلتبس الحولي، لكن ليبيا هي الوحيدة اللي حافظت عليه لعند اليوم وحافظت على صناعته، وان شاء الله ما ينقرضش لان الجيل الجديد قليل من هو يعرف يديرها. خلوني نوريكم لوحات من الجزائر والمغرب لللبس يشبه الكاط الليبي، والحولي مع العلم المغرب ما عمره احتلوه العثمانيين. هذه لوحات في القرن التاسع عشر، واول اللوحات لشريف وزان المغرب للفنان جوسابي تابيرو بارو. وحتى في الجزائر في وقت قريب يلبس عند الشاوية والأطلس المتوسط في المغرب، غير اللي عندهم خفيف شوية. وذكر في عدة مراجع تاريخية انتشاره في كل أفريقيا الشمالية، ويبدو أن لعبي أو الحولي خارج ليبيا يلبسه النبلاء وعلية القوم فقط، ويعتبر مختفي نهائيا في المغرب اليوم والجزائر ما عدا أمزاب في جنوب الجزائر أو في جنوب وسط جنوب الجزائر، اللي اليوم يلبسوا فيه أعضاء حلقة تسمى حلقة العزابة، ومن يحفظ القرآن فقط في مصاب يسموا فيه يعني يلبسوا فيه الحولي، أو الحولي يسموا فيه عبي، مع أن العبي في ليبيا اللي هي تلابة تلشخم تختص باللون الداكن يعني الحموري والقهوي ومرات حتى أسود، واستعمالها شتوي بس، وهي بدون طبعا حواشي وزخرفة، لكن في الحافة متاعها في زوز خطوطة وين بيض أو يكونوا كريمة شوي أبيض مصخ. وطبعا هذه معلومة جانبية، احنا عندنا في الجبل لا تلبس في الأفراح ولا المآتم أبدا، بالعكس احنا في المآتم يلبس الأبيض والآخره ويلف بها الميت إلى آخره الحلي على اي حال. تقول الشاعر بوع بي حمرة طانش بوع بي حمرة طانش ززة حبه نزل في القلب وشي حزة. تقول بوع بي حمرة طانش الززة حبه نزل في القلب وحشي حزة، شكلهم طبعا كلهم مضربين في السول الجبالي. ولعبية تسمى في البوادي وزرة، لكن الوزرة في الحقيقة في الحواضر هي فوطة صغيرة ترتبط بالتكامية، وربما عندي منها هني ترتبط بالتكامية متاعة الحولي، وتستعمل من مسح الأنف والفم زي الرمز معي يعني، وكان يدور حتى في محرمة في الجيب للضروريات زي ما قلنا. المهم لعبيد داكنة لكن الحولي يختص بالأبيض أو ما يميل إليه. المهم بعدين فيه حولي البرمبخ خفيف، ويصنع خيوطه من مادة لذيذة تستخرج من نبات يحمل نفس الاسم البرمبخ، واللي خيوطه المستخرجة منها تشبه الحرير يعني، لأنها طبعا أرخص بكثير، ويستعمل هذا الحلي يستعمل للصيف، لكن طبعا مختفي من الأسواق تماما، وعندنا منه حتى هو من نسخة، وهذا بالرغم من أنه كان يحمل نفس شكل الحرير لكنه ما لم يقل أحد بحرمته طبعا. ومع هذا اختفى الرجال منه نهائيا من الأسواق، النساء يستخدموا فيه. ومعلومة جانبية أخرى، تعرفوا المجاهدين زمان يصنعوا في البارود لما البارود معاش موجود في الحرب الإيطالية الليبية، وهذه قصص معروفة يروى فيها في جبل هلبة، البارود المحلي زمان يحرقوا في النبتة هذه متاع البرمبخ ويصنعوا منها في البارود. المهم هذا مش موضوع طبعا. بعدين فيه حولي اللانة، وهذا جاي متأخر هلبة مع دخول اللانة في الإنتاج الصناعي الحديث، وحاول كثيرين ترويجه لكن لم يجد أي رواج يذكر، فتخلى التجار عنه نهائيا. به نولوا للأبيات، تقول صبيعه رقيق وخاتمه فاروزي، لباس كاط الملف يا ريته زوزي يا ريته زوزي، يعني نتمنى يكون زوجي. وتبديل الجيم زين وتبديل السين شين في بعض الحالات واختفاء الهمزة الكلام هلبة. وهني نعدكم ندير حلقة جميلة ولطيفة خفيفة هكي نضيفة عليه تاريخ اللهجة الليبية، وعلاش حلين نتكلموا بالطريقة اللي نتكلموا بها، علاش نقولوا لربحة
علشان نقول البير بدل البئر، علشان نقول بدل الأربعة، علشان نقول المهم كيف زوز بدل الزوج، الجيم كيف ولد زين، السمس بدل الشمس إلى آخره، قصة طويلة. والفوارق ما بين الغرب والشرق في ليبيا الاخيره، المهم نولوا ونديروا حلقه على الموضوع هذا. انا اصلا تخصصي الاساسي هو علم اللغه او اللغات. باه نولوا للابيات اللي تقول هو اسمر والمعرقه واتاته حاجب على زوله وزول اخواته، المعرقه والشنه والطقيه والكمبوس، المهم كل ما وانع زكاه زي ما يقول الوالد الله يرحمه. المعرقه هو نوع من غطاء الراس ابيض اللون ويجي عليه أنواع هلبة، ويكون فيه فوق هونة يعني نشنوشة صغيرونة هذه، وغالبا تصنع يدويا من الكتان. بعدين عندنا طبعا الطاقية هذه والمعرقة أنواع منها الطاقية المصراتية، وهي مصنوعة بنفس الكتان على فكرة متاع المعرقة، غير فيها زخارف غالبا زرقة، وهي نفس النقوش الأمازيغية اللي قديما يلقوها عند في الحولي، يقول عنها يعني في الخمسينات كانت موضة على فكرة حتى في طرابلس. وطبعا فيه التجورية مصنوعة من الصوف، وشكلها طبعا حتى هي مخروطي بدون أي زخارف، وغالبا يعني فوقها نشنوشة حتى هي وأكبر شوية، وهي طبعا المفضلة في عند البدو والرحل في ليبيا. وعندك معرقة الزاوية فيها سيور فيها ثلاثة سيور تقريبا المعرقة متاعت الزاوية، ورها لي صديقي خالد دياب الله يذكره بالخير، مرة رائعة جدا. وطبعا الزورية وجبالية عندهم مصنوعة من الكتان حتى هي، وهي تطعم بالخيوط متاع التطريز في الجنب بس باش تقعد ثابتة يعني واقفة، ما فيهاش أي حاجة أعلى، ما فيهاش هذا، ما فيش، تكون مسطحة من فوق والدائرة هذه أوسع شوية. وطبعا أشهرهم اللي هي هادي الطرابلسية، تشبه جبالية لكن ديما نلقى فيها فوس طبعا فوق. كان جدي الله يرحمه علي مادي يخيط فيهم في الخمسينات، وكان عنده محل في الجالرية زمان، وكان ينزل للساحل باش يخيط في المواسم بعد ما يعني المهم بعدين حول للجبل، وهذا ابو الوالد الله يرحمه سنين طبعا. بعدين عندك الكمبوس وليس الكبوس، واللي يفسروا فيه الكمبوس قلنا مش الكبوس، وين التانيات يفسروا فيها بأنها تكبس الرأس، وعلاش هذا علاش تتسب كمبوس. طبعا اسمها أكمبوس وتعني بالأمازيغية الحاجب، وتستعمل لأغراض دينية، وهي نفسها الشاشية. ذكرتها المصادر هذو اللي يقولوا إن هي من برا ليبيا ومش ليبيا وجايتنا من البلقان وغيرها، كلام غير موجود، لأن زي ما قلنا الشاشية مذكورة عند المصادر الإباضية المكتوبة في الترجمة للقرن الخامس الهجري، الخامس الهجري يعني أكثر من 1000 سنة الآن. ولا علاقة للكبس والضغط والشحط باسم الكمبوس. واللي يقول إن الكمبوس عبارة عن الطربوش العثماني يصنع محلي وقصير، نقولكم العثمانيين أنفسهم بدوا يستعملوا في الطربوش سنة 1827، يعني الأتراك نفسهم ما كانوش يعرفوها قبل هذا. ونف يعني تعرفوا شين يقولوا السوريين للطربوش، يقولوا له فاس، لمدينة فاس في المغرب، عفوا يسموا فيه الطربوش المغربي. وطافوا شين يقولوا الأتراك يسموا فيها فاس، الأتراك يسلموا فيها فاس، يعني الأتراك أنفسهم يتبرعوا منها وينسبوا فيها لفاس. احنا نجو ونقولوا هذه أصلها مش ليبي ومش شمال أفريقي، يعني كلام بعيد على بعض. على أي حال تعرفوا الأتراك ما كانوش يلبسوها زي ما قلت إلا سنة 1827، وتفرضت عليهم فرض من قبل السلطان محمود الثاني. يعني الكمبوس كان في البلاط القرماني قبلها بعقود، والليبيين زي ما قلت يعرف الكمبوس من القرن الخامس الهجري. وزي ما قلنا تمشوا للشام يسموا فيها الطربوش المغربي، يعني شبيهة جدا بالشاشية الليبية، مع أن الشام أقرب لتركيا منهم للمغرب. والأتراك طبعا يسموا فيه الطربوش الفاسي زي ما قلت. فكيف بتفهم الناس هادو والكوازي هادو المستليبين هادو اللي يتكلموا على كل شيء وينسبوا فيه لخارج ليبيا. به نولوا للشعر اللي يقول هو أسمر والمعرقة واتاته حاجب على زوله وزول أخواته. واتاته يعني جت عليه قياس بالضبط، زوله وزول أخواته. طبعا في كلمات عامية هلبة تنقال في ليبيا زمان على الحسن والجمال اختفت من اللهجة الليبية، منها قنين وزين وزوين وزول ومقوم وسمح ونازك، كلام هلبة من كلام أهل طرابلس القديم. وحتى في شرق ليبيا يقولوا كلمة تعجب فيها هلبة اللي هي نزيك،
وقاعدين يقول فيها لتو على فكرة، وعندهم كلام حلو هيك جميل. للأسف أنا ما نتقنش اللهجات الليبية كلها، لكن عندنا أصحابنا من كل أرجاء ليبيا. المهم زولة وزول أخواته الباين، طبعا المرحوم محمد مسعود العزابي كان شكله جنين وكان أنيق. نعود لبيات اللي تقول هو أسمر ومعرقة وتاته حاجب على زولة وزول أخواته. تقول بوبسكل نازل يدلع عقلي سلة، شغلي وقتي وعقلي كله، شغلي بالي وقتي كله. بوبسكل، البسكل هو طاقية صوف الكمبوس الطرابلسية قصيرة شوية، وفوقها شناشين مدلية، وطبعا ما كانتش مستعملة خارج نطاق المنطقة الغربية هلبة، بالأخص الجبل وطرابلس، لكن عموما في كل أرجاء ليبيا بعد الاستقلال بفضل طبعا الملك إدريس والمقربين منه. وعلى فكرة البسكل يسمى بالأمازيغية تاكبال، وهو نفس النشنوشة اللي نشوفه فيها في البرنوس والكشابية، وفي عائلة في كيكلة في جبل تسمى التكبالي، ربما يكونوا صانعين لهذا الشيء الله أعلم. المهم البسكل هو تشوفه في صورة في العشرينات من مدينة جادو، طلبة متخرجين لابسين أكثرهم البسكل والكمبوس هذا. وخليني أوري لكم الطريقة اللي نصنع بها الكمبوس الليبي والشاشية الليبي والبسكل إلى آخره. خليني أطلعها مش كارة، سامحوني، نحاول نحافظ على الحاجات هذه كلها وندس فيها باش الأجيال الجاية تعرف كيف حاجات هذه تندار. الكمبوس يبدأ لونه أبيض، وعلى فكرة في فترة من الفترات ولا موضة، وهذا نولو لبعد شوية. ينصنع بالطريقة هذه، يبدأ باللانة يصنع فيه باليد ويطرز فيه، بعدين يقعدوا يخبطوا فيه ويحطوا فيه عليه آلة صغيرة هكي زي ما تقولوا قالب، ويقعدوا يخبطوا فيه حتى يولي بالطريقة هذه، لكن أحرش هلبة وما تقدروش حتى تلبسوه. بعدين يقعدوا يخلصوا فيه، يديروا فيه بالمشط ويوسعوا فيه ويوسعوا فيه بالمشط لين يولي زي الطريقة هذه، وبعدين يصبغوه على الصبغة اللي تبوها، والصورة هذه تبين الشنة ولا الطاقية الكمبوس الطرابلسي ولا بمتع بنغازي، وهذه في محلات تونس، وهذه وين تنصنع زمان على فكرة. يعني هذه طبعا فيش حد يقول انها هي تونسية مع انها ليبية، لانها تنصنع في تونس، والسبب في صناعتها وزي ما بنشوف الحلقات الجاية حاجات هلبة تنصنع برا ليبيا منها الملفة، لكن ما في حد يقول ان اللبسة نفسها ايطالية، لان اللبسة استخدموا المواد الموجودة في وقتهم، وكانت تساعد على تعطي مظهر ومنظر جميل للباس الليبي. المهم تقول بوبسكل نازل يدلع عقلي سلة، شغلي بالي وقتي كله. وتقول هم ثلاثة فوق حيط الكوشة، فيهم زولي بلغته منقوشة. سمحوني، فوق حيط الكوشة، أنا دبعا نطلع من المواضيع هلبة. الكوشة ما تقولوا ليش منين جت الكلمة هذه؟ منين جابوها الليبيين؟ في العربية الكوشة هي الفران والفرن. طبعا كلمة كوشة هي كلمة أمازيغية تعني موقد الجير، اللي يدرفها في المقاطع زمان، وتعممت في الدارجة الليبية لتعني كل أنواع الأفران. فكلمة كوشة بدون أدنى شك كلمة أمازيغية صرفة. ونعدكم ندير حلقة زي ما قلت بكري على أجول أصول اللهجة الليبية، ومنين الكلام تعني هذا كله يجي، وكيف علاش نتكلم إحنا بالطريقة اللي نتكلموا بها. ما علينا، الشاعر تقول هم ثلاثة فوق حيط الكوشة، فيهم زولي بلغته منقوشة، وهذا يجيبنا للإكسسوارات زي البلغة. وإن شاء الله نكون حطيت بلغة هنا. أهي البلغة أنواع، وهذه واحدة منهم. ويعني البلغة دي ما عادش حد يصنع فيها للأسف الشديد، وما عادش تلقوها إلا بالقليل، وهذه تلتبس في الجبل وفي طرابلس زمان، وفيها أنواع تانية. ومعلومة جانبية، تعرفوا في كل شمال إفريقيا والأندلس الجلود الجاهزة لصناعة الأحذية وغيرها نوعين، الجلد الفلالي والجلد الأغدامسي. الجلود تمشي في كل مؤرخين ديما يذكروا فيهم بالاسم هيك، الجلد الفلالي والجلد الغامسي. وواحد تفيلات هي اليوم مهملة في الجنوب الغربي لليبيا، وفيه طبعا تفيلات تانية في المغرب كانت مركز حكم العلويين. واحد غدامس معروفة، حتى لو تمشي للمغرب اليوم وتقول نبي جلد غدامسي يعرفوا شن هو، تقول البلغة يعني. وطبعا
طبعا يعرفوا شنو هو هذه ويصنعوا بها البلغة إلى آخره، وهم عندهم طبعا إيدوكان وغيرهم من الأشياء هذه اللي يصنعوا بها، وهذا مش موضوعنا. طبعا زي ما قلنا هي البلغة تصنع باليد، وصعب جدا صناعتها، ولكن أتصور أن نتذكر يعني يعني في مدينتي، فر مثلا مدينتي آخر من كان يصنع فيهم البلاغي باليد هو المرحوم محمد أحمد القلعاوي خزام، صنع أحذية ويصنع حتى في الآلات الموسيقية، بيعرف المقرونة تذكر، ومشهور بصنع المدسات تسيلة الفلالية والأحذية الغدمسية الملونة وغيرها. المهم هذا هو زي ما قلنا المثال من البلغة البيضة الأنيقة اللي زمان تستعمل في الجبل وفي طرابلس، وزي ما قلنا اختفت للأسف الشديد. ومن ضمن الإكسسوارات اللي يلبسوا فيهم زمان زي ما قلنا أصبع هرقيق وخاتمة فاروزي، البسكات الملفي يعني التهزوزي، وخاتم الفضة زي ما قلنا الملصع بالأحجار الكريمة، ويجي عليه أشكال وأنواع هلبة، وكل خواتمي في جبل نافوسة صنعينهم لهود الجبل زمان، للأسف خليتهم في ليبيا كلهم. وزي ما قلنا البلغة والكندرة والبلغة الحمراء يعني من ضمن المصنوعات الجلدية زمان، نلقوا أقرب حذلك كانوا يديروا في وعاء جلدي يسمى أقراب، اللي هو زي ما تقولوا شنطة تو عليها زخرفة جميلة ولا آخره زي ما تشوفوا في الصورة. نلقوا صورة حلوة في هذه اللي بتاع مدام توليلي 10 سنوات في بلد طرابلس، وشوفوا كيف لابس الشنطة الصغيرة في الجنب مع تلابة تلشخمت واللي يسموا فيها عموم اللي بينعبي، وكان فيه الحزام اللي ينحط في الوسط السورية، وهذا يصنعوا فيه زمان من نوع ملون من أسيجرس اللي هو شعر الماعز ويستخدم في التزيين، وهو كذلك إكسسوار. وقضية الحزام في وسط السروال والسورية في البدلة الليبية نلقوها في نقوش قديمة في جرزة وفي نصوص تاريخية هلبة، ونعدكم بندير حلقة قدام عن اللباس الليبي عبر التاريخ. بالنسبة للسورية مع معني ذكرت السورية توه اللي تتسمى اليوم ببدلة عربية، شوفوا معي تاريخها، ولو تلاحظوا كل الصور من تاريخ ليبيا خروج الصورة يعني الصورة في ليبيا الصور اللي قدم هادو، نلقوا السوريات اللي يلبسوا فيها الليبيين أنواع وأشكال، ما فيش نوع معين هيك متكم تتكيم محدد مثلا وبتفصالة معينة، وقليل جدا تلقوا سورية فيها كم أو فيها ياقة، جدا نادر في الصور القديمة. وبروا من توا ودوروا، وتبدأ الصور في الخمسينات السوريات شكلها يتغير وتزداد عليها حاجات حاجات مودرنو، هذه طبعا في الخمسينات بدأ بشكل محتسم تتغير، تظهر في الصور في النصف الثاني من الستينات، وهذه قصتها قصة. خلوني نجيكم عليها خبر، السورية اللي أغلب الليبيين اليوم يلبسوا فيها كانت برقبة مدورة ما فيهاش ياقة زي هذه، وفتحة صغيرة في الصدر، وطبعا كانوا داروا فيها البطم المرفهين بالشعب مصر، ولكن البطم من الشرادي مش بطم زي ما نعرفهم اليوم. البدلة الليبية اللي تتسمى زورا البدلة العربية كانت لعند الركبة في طرابلس مع سروال، وتصنع من القماش الخفيف في الصيف، وكانت كل أسرة تصنع بروحها احتياجاتها، ولأن جدي كان يصنع فيهم يعني للعيلة كلها، وليكون في خياط في القرية طبعا يصنع ويسترزق بهم، وتكون من الكتان وساعات ملونة، وتكون زي ما قلنا لحد الركبة في طرابلس، وتاجورة وزوارة الجبل مع السروال، والطول تزيد في الطول متاعها لعندما نوصلوا لسرت وتولي هركة، لما نمشوا للشرق وللعلم يعني في الشرق اللي بتولي هركة. للعلم في النقاشات الأثرية في مدينة جرزة اللي قريبة من ورفلة اليوم نشوف الليبيين لابسين لباس زي اللي نلبسه فيه اليوم من قطعتين، وهذا من آلاف السنين للعلم بس يعني. هي ربما معلومة جديدة عليكم نعطيها لكم، البدلة اللي نعرفوها اليوم كانت حتى السبعينات تتسمى بالبدلة الصينية، لا ليبية لا عربية، وكان صنعها بناء على بعض النماذج النادرة في طرابلس، دارها بالشكل الحالي الأخوين طبعا اللي صنعوها أول الوحدين سليمان وعلي جمعة التلوح، بالتحديد سنة 1974 كان الأخوين سليمان وعلي جمعة التلوح في رحلتهم التجارية للصين غرقوا بهم السوق الليبي. على فكرة كان عندهم مخزن كبير في شارع المعري
ونعرفت وقتها باسم البدلة الصينية. انشدوا أي واحد ينشد بوه تواه ويقول له يا بوي شن هي البدلة الصينية، كل اللي بين يعرفوها هيك. وعلى فكرة الأخوين سليمان وعلي التلوع من مدينة زوارة، ما نعرفش كيف بقدرة قادر ولت بدلة عربية من البدلة الصينية، هي بدلة ليبية موجودة في نقوشات أكاوس بألاف السنين. كان بنجول التاريخ فالبدلة مفروض تسمى بدلة زوارية لأن أبناء التلوع من زوارة. عليتي حال البدلة الليبية هذه اللي هي السورية والسروال موجودة في العالم الإسلامي كله، مش حكرة لليبيا، لكن بنقول لكم أنها في ليبيا موجودة حتى العصر هذا. وعلى فكرة للأمانة بس باش ما يزعلوش خوتنا الناطقين بالعربية، لما نقولوا حاجة عربية في ليبيا غالبا يقصد بها مش أجنبية، يقول لك طريق عربي يعني طريق مش معبد، يقول لك كلب عربي قصدك كلب مش متعزينة واللي يحطه فيه في الحياش، لما يقول لك دجاجة عربية يقصد بها مش الدجاجة الرومية الحمراء وإلى آخره. في صور ترجع للأربعينات لعلي بن شعبان تشبه فيها البدلة الليبية الصينية الحالية في أواسط الأربعينات، وهذا نادر، ونتمناكم تديروا حاجتين باش تتأكدوا من كلامي. انجدوا بائع اللباس التقليدي الليبي لحكاية البدلة الصينية وعلى كيف كان شكل اللبس الطرابلسي حتى وقت قريب. نولوا للشعر، هم ثلاثة فوق حيط الكوشة فيهم زولي بلغته منقوشة، يا ريتني غير طير فوق حيط المكتب نشبح حميدة يقرأ ويكتب. وعلى ذكر يقرأ ويكتب، الليبيين بعد البحبوحة والخير والانفتاح زادوا حاجات هلبة للبدلة الليبية وطوروها، وهذا مسار طبيعي للأشياء. ف والله ما ندير في دعاية لحد، بس أنا يعجبوا فيها البدلات متاع الراقي هذه، وبعض ما وانتم تشوفوا هنا هول البطوم متاعي ملونات، وهذا نادر يعني. وهذه طبيعة البشر يعني، يتأثروا ويأثروا بالآخرين. حتى هذه الياق غالبا غالبا أخذوها الليبيين من السورية اللي يديروا فيها الطليان، ما نظنيش إن هي يعني حاجة اختراع ليبي. والطليان أنفسهم على فكرة كانوا يأخذوا منا يعني، فكوننا أخذنا حاجة وأضفناها للباس متاعنا لا يجعل منها لباس أجنبي أو ممكن تاني. وهذا طبعا قضية الاستيلاء وأي حاجة نسبه فيها للآخر هذه مشكلتها مشكلة وقديمة هلبة، وهذا يعني هذه تبي حلقة بروحها. فأغلب الليبيين طبعا تخلوا على لغتهم ولغة أجدادهم، حتى التسميات مثلا بدلة صينية ما في حد قال هذه البدلة جت من الصين، ممكن بعد 100 عام يقعدوا الليبيين ما يعرفوش يقولوا البدلة هذه جتنا من الصين لأن يسموا فيها البدلة الصينية، لكن التسمية راهو لا تعني شيء. وحتشوفوا معي في الحلقات الجاية أن كل الليبيين مش غير أهالي طرابلس يسموا فيها البدلة الصينية، حتى البدلات متاع الجنوب الليبي كل حاجة تنسب للمكان اللي صنعت فيه. المهم الليبيين غيروا لغتهم وغيروا لسانهم، لكن ما غيروش عاداتهم وطرق معيشتهم وأكلهم وعاداتهم وتقاليدهم زي ما بنشوف الحلقات الجاية كلها. بلني حنبين لكم في الحلقات الجاية أن الليبيين أثروا في الآخر هلبة، وكما تأثروا فيه طبعا في نسحتهم. أنا زمان لما عشت في إيطاليا في 2007 كنت ندير في رسالة الدكتوراه غادي، وفي قعدتي في إيطاليا مشيت وتجولت في مناطق هلبة، فمشيت لفينيسيا اللي هي البندقية، توه مديرين تماثيل لعلية القوم متاعهم، التجار الكبار والشهبندرية متاعهم عندهم لابسين عمامة، كانوا يتنافسوا باش يلبسوا اللباس متاعنا الطلاينة، هذا في القرن السادس عشر وغيره، هذا لقرون يعني، هذه سنة الحياة. الناس تأثر وتتأثر. على أي حال لعندنا نكتفي بالحلقة بهذه الحلقة، والحلقة الجاية حنتكلم على موروث اللباس الليبي الرجالي في الجنوب الليبي عند التوارق عند التبو عند أهل غدامس، وبعدها بنديروا حلقة على الشرق الليبي عند إخواننا في كل المناطق الشرقية وبعض المكون العربي في ليبيا، والحلقة اللي بعدها حتكون كذلك عن اللباس، وحتكون عن اللباس الليبي عبر التاريخ يعني بالنقوش، وبنجيبوا آثار وبنجيبوا نصوص قديمة وبنجيبوا حاجات هذه تتكلم عن اللباس الليبي كيف كان. تحياتي لكم وشكرا لحسن المتابعة، ورب يحفظكم إن شاء الله ويحفظ ليبيا، واهتموا بالموروث الليبي لأن عندنا حاجات هلبة نفتخر بها. تحياتي وإلى اللقاء.